أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون. وما من أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا مظلمين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به. وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها بكل شيطان رجيم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. ولقد مددناها وألقينا فيها وأنبتنا فيها من كل شيء مزرون. وجعلنا لكم فيها معايش ومن أسلمه برازقين. وإن من شيء إن إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقع فأنزلنا السماء بما أسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ولقد خلقنا والجان خلقناه من قبل من نار السماء. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق البشر من صلصال من حمأ مسنون. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فخذ منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أويتني لأزينن له في الأرض ولأغوينهما أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليه سلطان لنا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهما أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منه جزء مقسوم.
إن متقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان على صدور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين بعبادي أنبياء الغفور الرحيم وأن عذابي هو عذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم اتخذوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم مجهلون قالوا لا تفشل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني كبر فلم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال وما يقصد من رحمة ربه وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب نكتل ظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين ساعة لآتية فاصفح الصبح الجميل إن ربك هو خلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل اني انا النذير المبين كما انزلنا على المتسلمين
القاسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهما أجمعين عما كانوا يعملون واصطبما ثم ضابطا للمشركين إناك فإناك مستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهنا فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين حتى أمر الله اليقين أتى أمر الله فلا تستعجله سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء ومن عباده أن أنذر أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لهم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون يبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلة تلبسونها وطلبك بواخر فيه ولتتقوا بفضله ولعلكم تشكرون وقافرة رواسي تميد بكم أنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبنجمهم يهتدون أفلا يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلون
أتاهم العذاب من حيث لا يشعران. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. قال الذين قلتم العلم عند خزي الموسوم على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمين الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار له فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أينظرون إلا حتى أتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شر نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شر كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلى البلاغ المبين. ولقد بعثنا كل أمة رسولا نعبد الله واجتنب الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقق عليه الضلالة فسيروا في الأرض وانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إذا حرص على هداه فإن الله لا يهدى من يضل وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جل أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذين يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء والأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر لا تعلمون بالبينات والزبر. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم بتقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف. صدق الله.